تحية صباحية طيبة لكم مشاهدي التغيير أينما كنتم. برنامج بلا عنوان، عنوان اليوم مطار بغداد الدولي. مطار بغداد يعني فيه العديد من الجهات المشتركة التي تعمل في خدمة المسافر، منها الجهات الصحية خصوصا في موضوع وباء كورونا، بالإضافة إلى موضوع ترتيب يعني وخدمة المسافر من دخوله إلى بوابة المطار والتشيك بوينتات الأولى والتفتيش، وحتى وصوله إلى مدرج المسافرين وإلى الطائرة. لذلك سنتعرف على بعض الملاحظات التي من الممكن أن تكون لدى المواطن حول هذا الموضوع، حول الإجراءات المتبعة هنا، بالإضافة إلى يعني تواجد بعض المسؤولين من المطار سيحدثونا أكثر عن أهم تفاصيل من دخول المواطن وحتى وصوله إلى الطائرة، فكونوا معنا. كمسافر اليوم بدي اسالك بس على اجراءات هسه مال دخولك، موضوع التفتيش، اكو شيء اجراءات يعني، اي ملاحظات عندكم بهذا الموضوع؟ لا بس ليش ما يفتحون الدخول للمطار؟ نعم. يعني ليش هسه احنا مسافرين على الدرجه الاولى ما نقدر ندخل، يعني لازم نسوي نداء وكذا وها يلا ندخل. نعم. خلي يفتحوها او خلي يعني يسوون فد آلية معينه مثلا لدخول بعض الناس. انا دكتور وعندي مركز هنا وعندي دراسه ايضا في تركيا، فكل اسبوع رايح جاي. فلذلك يعني هذا الموضوع يتعبني، يعني أنا يوميا تعال لازم أطب وأذب سيارتي ويوصلوني ويرجعون وكذا، بينما هناك بتركيا أعوف سيارتي داخل المطار، داخل جراج المطار، وأجي ومن أرجع أخذها وأرجع. أكو إجراء ثاني هو وجود تاكسيات خاصة تنقلك؟ أي نعم، بس التاكسيات الخاصة أولا مو دائما متوفرة، ثانيا غالية. نعم مكلفة. مكلفة طبعا، بيش تاكسي الخاص؟ ما أعرف شو السعر، 40,000 تقريبا، 35,000، وتخيل أنت كل أسبوع رايح جاي مرتين وكذا، يعني ما أعرف، يعني إذا من جانب أمني فأكو هواية حلول أمنية غير هاي. طيب هذا هاي ملاحظة الأولى، كتفتيش تلاحظ أنه أكو ممتاز كأمور ممتاز أمنية. أنا دائما أقولها يعني أسافر هواية دول جدا، دائما أقول مطار بغداد من أقوى المطارات اللي تهتم أمنية بالتفتيش طبعا، يعني هذا أي واحد يسافر هواية ممكن يعرفها. نعم شكرا لك، هلا بيك عزيز. أفرس عزيز. هلا بس عندي تعقيب. نعم تفضل. بالنسبة للإجراءات بالبداية يعني أسلوبهم صراحة مو حضاري، يعني هذا البانج رجال جريح تك رجل معوق، يعني ما عندنا فد إجراء خاص للمعوق، لا إقام يعني يحسبك حساب أي واحد، يعني رجل صاحي، أنا رجال يعني جريح ورجل وحدة المفروض إلي غير، يعني هسه أنا قبل دقائق طب ما عنده أي أسلوب يصيح، يعني ما وما له أي داعي، يعني هذا حاطه بالبار أي مطار تقدر تدخل تفتيش موجود، موجود صحيح، موجود كيناي تفتيش صحيح، يفتشك تفتيش صحيح، ما له داعي، يعني ما عنده فد اسلوب، اسلوبهم مو صحيح صراحه، يعني اتمنى يكون كادر يعني مثقف واعي يعرف يحكي ويا المواطن ويا الجريح ويا الضابط. اكيد يعني مهم جدا التعامل الجيد مع المواطن، وهاي ملاحظتك راح توصل ان شاء الله. شكرا إن شاء الله. شكرا بالسلامه. السلام عليكم. السلام خير عزيز. شنو الاجراءات اللي شفتها موضوع الدخول للمطار يعني؟ والله ان شاء الله سهله، يعني مستاهلين ومتعاونين ويانا الاخوان شركه التوصيل،
زين اجراءات الامنيه الحمد لله يعني مستاهلين ماكو اشكال ان شاء الله. زين موضوع التاكسي يعني الناس كثير تتحدث انه هو مكلف شويه او سعره صح يعني هل هاي الملاحظه شنو انت يا ريت يعني يخفضون سعر التاكسي يعني هسه قبل ثلاث اسابيع كان 20 هسه صار 25 زين يعني يصير 15 كذا اللي ما عنده يعني حتى النفرات النفر 10 هم هواي زين بعد تبقى يم الاجراءات المطار تسهيل امر الناس اللي ما عنده شلون تعرف انت اللي رايح سفره علاجيه كذا اكثر العالم ترى مو سياحه زين ان شاء الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني انت تاكسي تشتغل تاكسي مطار؟ نعم. شركه خاصه؟ لا شركه حكوميه. شركه حكوميه. نعم. شنو موضوع الاسعار؟ والله هاي الاسعار تختص بها الشركه مو انا. نعم. انا موظف دي عملي. مفهوم بس انه هو يروحون الاسعار محدد. او ينزلوها هاي هم اكو مجلس اداره. شو تشوف المواطنين من يصعدون وياك يشكون من هالموضوع؟ لا عم الاغلب لا ما عنده مشكله يعني هذا امر واقع. نعم. يجي يدفع الاجره مالته وهذا الوصل موجود. نعم. والباقي هاي تختص بها الاداره مو انا. نعم اكيد اكيد مو حضرتك احنا نقصد. شكرا لك بالسلامه. شكرا. السلام عليكم. بس نحكي ويا المسافرين اذا امكن. السلام عليكم. ممكن بس نسالك سؤال؟ احكي لي بس الاجراءات شلون شفتها انت كمسافر الدخول مثلا الاجره اللي تدفعوها؟ اي زين اخش اجور اخش مكان يعني. ما شفت المبلغ كبير يعني اكثر من لا تحكي انه يعني مو مكلف موضوع التاكسي ليش ما ندخل بسياراتنا؟ لا لا عادي زين خش يعني لا مو الاجراءات كلش تمام. تمام يلا بالسلامة توصلون. شلون تشوفوا الاجراءات الامنيه هنا موضوع التفتيش موضوع يعني الدخول للمطار هاي اجراءات برايك كمواطن مسافر يعني كمواطن مسافر هاي اجراءات كلها ما لها داعي يعني الدنيا كلها وين ما تروح باي بلد انت تفوت المطار الباب الصاله على اي اساس انا انزل بساحه برا وادفع فلوس حتى دا اركب سياره ثانيه دا افوت للمطار انا اشوفها ما لها داعي اللي تشوفه حضرتك يعني المفروض شنو يكون المفروض تفوت السياره لهنا انا اخويا ابويا يجي يوصلني لهنا شنو المشكله انا مسافر ما دا اسوي شيء دا اطلع من البلد ليش من افوت تفتيش واحد بس ليش من اطلع 10 تفتيشات اذا موضوع التفتيش بي يعني اوفر كلش اوفر نعم حضرتك شو تقول بس حكي صحيح اكو اجراءات شويه صعبه يعني التفتيش هواي يعني التفتيش ما لازم هواي تفتيش هواي لا ما يستوجب هيك يعني على قولته يعني قال لك الولد يعني بغير كل اي مطار هسه طب له عادي يعني تفتيش واحد وطب نعم شكرا لك يعني الحقيقة يتحدثون المسافرين عن انه الاجراءات التفتيش صارمة تأخير موضوع الدخول الى المطار بسيارات اجرة فراح نحاول ان شاء الله نلتقي بالمسؤولين يحدثونا عن هذا الموضوع وهل ممكن حله يعني وجهة النظر ايضا سنسمعها من المسؤول. مع دخولنا إلى صالة المسافرين يعني نلاحظ وجود هذه الأجهزة لتعقيم اليد موضوع السلامة الصحية وموضوع الالتزام بالإجراءات الوقائية متواجدة هنا في مطار بغداد يعني هذا لاحظناه
المسافر اللي يدخل يعقم ايديه بعد ما يتم التفتيش في اول مرحله للدخول الى الصاله، وكذلك وجود مسافات للتباعد الاجتماعي موجوده في يعني الجوازات وكذلك الانتقال بين الصالات، هنالك مسافات للتباعد الاجتماعي. لذلك يعني هذه الاجراءات الصحيه فرضت طبعا بعد موضوع وباء كورونا، ونلاحظ التزام المسافر بها. كذلك يعني الجهات الصحية في المطار أيضا وفرت هذه الإجراءات لغرض تسهيل حركة المسافرين، واللي على أساسها فتحت الأجواء العراقية. شنو الإجراء هو بخصوص هذا الموضوع تحديداً قبل السفر؟ هو يسوي فحص قبل 72 ساعة. نعم. زين، وإحنا نشوفه يلا يدخل. الفحص يعتبر من جهة رسمية لازم يكون. نعم نعم طبعاً لازم معترف بيها. أي. نعم، إحنا هسه نريد نشوف أحد المسافرين، تطلعين على يمكن هنا نوصل. يعني هذا هو الفحص الطبي الخاص بكورونا، يتم التأكد من عنده أنه يعني نيجاتيف، ويكون هو صادر من جهات رسمية أو يعني مراكز طبية رسمية، ومن خلالها يعبر المسافر لإتمام رحلته. قبل الدخول إلى صالات السفر يتم التأكد من موضوع الفحص، فحص كورونا، التأكد الدقيق للمسافرين اللي يحملون هذه يعني هذا الفحص، موضوع التباعد أيضا، التباعد بالمسافات، ويعني وضع خطوط على الأرض. هذا يعني موضوع مهم جدا، والإجراءات متبعة هنا في مطار بغداد. عمو ممكن اخذ من وقتك دقيقه؟ حياك الله استاذ. شلون الصحه؟ الله يسلمك. نسال على موضوع الاجراء الفحص الطبي، شو وقت سويته وشلون كان الاجراء وياك؟ سويته يوم 17 بالشهر، يعني قبل يومين، عفوا يوم 16 بالشهر بالضبط، قبل 48 ساعه بالمختبر اللي قريب على مستشفى اليرموك التعليمي اللي موجود، وكان الإجراءات ممتازة جدا وسهلة وبسيطة وروتينية يعني. وهنا بالمطار؟ المطار الإجراءات جيدة أيضا، ما في إشكال يعني. يعني لحد الآن ما في إشكال والأمور طبيعية. إن شاء الله الأمور تمام. أتمنى لك سفرة سعيدة. شكرا لك. شكرا جزيلا. من أحد المرافق المهمة في مطار بغداد الدولي هو المركز الصحي، اللي مؤخرا يعني كان له الدور الكبير في موضوع جائحة كورونا من خلال الفحوصات بالنسبة للقادمين وبالنسبة للمغادرين، ويعني حتى موضوع تشييك الفحوصات الطبية للمغادرين، بالإضافة إلى كوادر طبية يعني كانت في داخل المطار في يعني في صالة استقبال المسافرين، أعداد كبيرة من هؤلاء يعني الجيش الأبيض الذين يستقبلون المسافرين القادمين إلى البلد، ويتم فحصهم يعني وفق الإجراءات السلامة الصحية بعدة مراحل. راح نكون أيضا متواجدين في هذا المركز لنتحدث مع الدكتور ليث، وهو مدير المركز الصحي في مطار بغداد الدولي، ليحدثنا عن هذه التفاصيل أكثر، ونتحدث أيضا عن الإجراءات المتخذة في هذا الوقت بعد أن تم يعني فتح أغلب الخطوط إلى السفر إلى خارج البلد بعد انحسار نوعا ما لجائحة كورونا. ساعة
السلام عليكم دكتور، شلون الصحة؟ أحوالك؟ الله يخليك. دكتور، احنا اليوم في مطار بغداد الدولي وتحديدا في المركز الصحي للمطار. خلال فترة كورونا يعني من شهر شباط إلى اليوم، يعني كانت إجراءاتكم ربما يعني عليكم ضغط كبير بالعمل. خلينا نتحدث عن هاي الفترة والإجراءات اللي تم يعني أخذها من قبلكم بالفترة السابقة، فترة الحجر والحين ما انفتح الطيران، وحاليا شلون الأمور؟ والله أتصور الإجراءات الصحية اللي اتخذت مطار بغداد الدولي أثناء يعني الفترات السابقة من ابتداء كورونا لحد الآن، أتصور المواطنين كلهم يعرفوها. يعني بدأت من الفحوصات الحرارية للمسافرين القادمين، ثم بعدين فحوصات الرابيد تيست يسموها فحوصات الدم، بعدين صارت فحوصات حرارية وفحوصات سريرية وياها، إلى أن وصلنا هسه إلى مرحلة أنه فقط نعتمد البي سي آر، فحص البي سي آر اللي هو فحص المسحة، وهذا فحص خاص بكورونا. اللي دا يصير هسه أنه المسافر المغادر لازم عنده بي سي آر من المراكز المختبرية المعتمدة من وزارة الصحة في بغداد والمختبرات الصحة العامة بالمحافظات، وهذا لازم يكون خلال 48 ساعة قبل السفر. أما المسافرين القادمين فلازم يسوون البي سي آر بالدول اللي جايين من عندها، ولازم يكون خلال 72 ساعة من الوصول أو من تاريخ الإقلاع. طيب، المراكز اللي معتمدة من قبلكم كمركز صحي المطار، مراكز المسحة في بغداد؟ في بغداد حاليا كل المختبرات الحكومية معتمدة، من المختبرات الأهلية فقط مختبر الرازي الأهلي، أما في المحافظات كلها بس مختبرات الصحة العامة لدوائر صحة المحافظات. نعم، خلينا نتحدث بفرضية. ربما اليوم عندك مسافر قادم إلى البلد، عمل التحليل أو المسحة خلال 72 ساعة اللي محددها، لكن من خلال الفحص ظهر عنده حالات خلال الفحص وصول المطار، شنو الإجراء بهالحالة؟ يعني ظهرت عنده مثلا ارتفاع درجة حرارة؟ لا أو هذه احنا طالما عنده فحص بي سي آر نيجاتيف فأي أعراض ثانية لا تعتبر أعراض كورونا، لأن هو الأساس البي سي آر نيجاتيف. يعني ما ممكن خلال هذه الفترة ما يعني هو شنو خلال ساعتين مثلا؟ لا، هي مو 72 ساعة، هو 72 ساعة البي سي آر، يعني خلال 72 ساعة أو خلال ساعتين الطيران راح تظهر عليه أعراض كورونا مثلا؟ هي بيها انكيوبيشن بيريد وبيها فترة بتعرف شلون، أو ممكن حتى إذا ظهرت عليه أعراض معينة راح هو يبدي يتابع نفسه ويراجع المؤسسات الصحية بعد وصوله، لأنه تظهر هواي أعراض وكسكولي وحدة وراء الثانية. يعني من هذا السؤال احنا نريد نطمئن المواطن أنه داخل للقطر. أنا اللي أريد أؤكد عليه أنه طالما عنده فحص بي سي آر نيجاتيف هو داخل سليم. نعم، سبق وأن كانت الإجراءات ربما تشيك أنه شخص من القادمين قبل إجراءات البي سي آر، يعني شلون كانت إجراءاتكم؟ مو حكيت له قبل شوية أنه كانت الإجراءات فحص حراري واللي هي أهم شيء، ومرت فترات نسوي فحص الدم السريع. هل كان دقيق هذا موضوع فحص الدم؟ يعني هل يعتمد عليه؟ يعني الدقة حسب معلوماتي انه من 50 إلى 60%، بالاضافة للاعراض السريرية والفحص الحراري ممكن يصير شك انه هو هذا عنده كورونا. فاحنا بهيجي حالة عندنا سيارات اسعاف وعندنا كادر طبي نحوله الى مستشفياتنا المخصصة لهذا الغرض، يعيدون فحصه ويسوي له المسحات ويعيدون تشيكه، فإذا طلع نيجاتيف يكملون علاجه، إذا طلع بوزيتيف يكملون علاجه، إذا طلع نيجاتيف خلاص يطلع البيت. شلون شايف حضرتك الإجراءات بخصوص التباعد داخل الصالات المطار أو حتى داخل الطائرة؟ والله داخل الطائرة يعني هذه مهمة شركات الطيران، سلطة الطيران المدني. أما التباعد بصورة عامة هسه داخل صالات المطار أو حتى بالوضعية العامة، الناس صارت عندها ثقافة ووعي، فهي صارت تخلي مسافات بغض النظر عن انه الارشادات الصحيه اليوميه انه خلي مسافه، خلي للقراب التلامس شويه نقلله، فهذه الاجراءات المواطن صار عنده وعي، هو اساسا دا يستخدمها. بما ان المواطن فعلا دا نلاحظ انه وعي في هذه الفتره، شنو النصائح اللي ممكن نقدمها للشخص اللي يرغب بالسفر؟ يعني والله يعني اللي يرغب بالسفر اهم شيء يسوي البي سي ار، سواء إذا يريد يسافر من العراق يسوي خلال 48 ساعة حتى
يضمن سلامته ويضمن سلامة المسافرين اللي وياه بالطائرة حتى لا ينقل عدوى لهم. وإذا كان قادم يفضل أيضا مسوي البي سي آر خلال 72 ساعة حتى يضمن سلامته وسلامة المسافرين وياه ويضمن أنه ما يدخل كورونا البلد. نعم شكرا لك دكتور. يا أهلا بك. شكرا لك. يا أهلا بك. شكرا. هذه هي كاميرا حرارية موجودة في مطار بغداد عند دخول المسافر للتأكد من درجة حرارة الجسم. هي يعني تتحدث أنه درجة الحرارة طبيعية عند الوقوف بجانبها مباشرة هي تشخص درجة حرارة الجسم، وفي حال أنه كانت درجة الحرارة طبيعية راح تكون ناطقة ونورمال يعبر المسافر يعدي إلى المرحلة الأخرى. بعد الدخول الى يعني صاله وبعد التفتيش يدخل المسافر الى مرحله البوردنج هنا. حجي شلون شفت الاجراءات هنا؟ والله اذيه. ليش؟ انت ليش؟ ثلاث مرات نزعونا حزمنا واخذوا من عندنا 10,000. زين. وهي المشكله. زين، ايش دعوه 10,000 من عباس بن فرناس للمطار؟ 10,000 هواي، انا وابني هسه اخذوا من عندي 20 ورجعه 20 40 على وش؟ نعم. زين، ومن ثلاث مرات نزعونا حزمنا وتفتيش ويفتش بينا الكلب ويفتش بينا الناس وكنا مجرمين. هو كاجراء امني يمكن حتى يكون الوضع امن، بس مو لهالدرجه، مو لهالدرجه، ما يخاف، هذا كله ما يخاف امني، بس ذاك اللي ياخذ 10,000 امني. نعم. مو ذاك اكو واحد من الوزراء سواها بلاش وجاب مصلحه وخلى مصلحه. ليش عفت المصلحه؟ اذا شنو مقترحك بهذا الموضوع؟ المقترح يصير مجانا لو المصلحه تنقل الناس من باب المطار الى عباس بن فغناس. نعم. هذا المقترح. زين، هاي من حاله ماديه. نعم. الاجراء يصير واحد من عباس بن فغناس ثلاث مره يفلشونك، من يفلشونك ثلاث مرات. متعب الموضوع يعني؟ متعب، متعب على المسافر، متعب، صار لنا اكو ساعه زمان. نعم. وتاذينا. وإن شاء الله. شكرا. الله يكتب السلامة والتوفيق للجميع. بالسلامة. الله يسلمك. بالسلامة. أنا أدري بيك راح من كلها ما تنشون. بالعكس راح يطلع هذا كله. صدق ولا يطلع. راح يطلع. ولا طقة. إذن هذه الإجراءات هي المتخذة في مطار بغداد. يعني المواطن دائما يتحدث عن موضوع الإجراءات الأمنية، يمكن الجهات الأمنية لها وجهة نظرها واللي راح نطلع عليها أيضا. كذلك يعني المواطن يتحدث عن موضوع السعر، ارتفاع سعر النقل من ساحة عباس بن فرناس إلى وصوله إلى المطار، أيضا هذه الملاحظة تحدث عنها الكثير من المواطنين. سنستمر في الدخول إلى المراحل الأخرى للمطار وحتى وصول المسافر إلى يعني باب الطيارة وركوب إلى الطائرة. السلام عليكم، شلون الصحة؟ الإجراءات اليوم اللي تتخذ في المطار بخصوص موضوع كورونا بالإضافة للإجراءات الأخرى، يعني كمسافر أنت شلون شفتها؟ والله بالنسبة للإجراءات اللي تخص فيروس كورونا يعني هي ملتزمين بها الناس، بس أول شيء ما مفرين، يعني تدخل المطار مثلا إذا ناسك مامتك أنت ناسينها أنت تحمل مسؤولية تروح ترجع، لاكو أحد يبيع، هاي هم نقطة تسجل عليهم. وإجراءات الدخول تعرف إجراءات كلش صعبة كانت والله للأمانة، يعني صعوبة وين؟ الصعوبة تنزل غراضك وتنزل تفتش وأنت الوقت متأخر عليه، وإذا كان وياك مريض أو إذا كان عندك غراض أو بضاعة. نعم. يعني شوية إجراءات، بس هاي النقطة لو هم تنحل هاي دائما نعاني من عندها. وبعد باقي الأمور تمام؟ باقي الأمور تمام، يعني كسرعة من دخولك للصالة كسرعة؟ لا، احنا الإجراءات، إجراءات المطار كلش سريعة وانسيابية. شكرا لك. شكرا لك. تختلف الملاحظات، تختلف ربما النقاط التي يتحدث بها المسافر هنا. كل شخص يمكن تعرض إلى حالة خاصة، راح نحاول نلتقي بأكبر عدد ممكن من المواطنين المسافرين ليحدثونا عن تجربتهم يعني وملاحظاتهم في مطار بغداد. السلام عليكم. السلام. شلون الصحة؟ نقدر نسولف يا حجي؟ نسولف. السلام عليكم. سلام. شلونك عمو؟ سلام ان شاء الله. والله اسفار. شلون الامور؟
والله زين. طالع علاج؟ ان شاء الله. والله ان شاء الله طالع. زين، شلون شفت الاجراءات هنا التعاون؟ والله كل الزينه. زينه وجيده والله. زين. زين. ماكو عرقله زينه. موضوع المسافه اللي قطعتها من شاحة عباس الى هنا شلون وصلتوا؟ والله زين الوضع. اي والله ويساعدون ويانا. يعني يراعون الحالة الصحية. اي نعم. اي والله يراعون المريض. وانا اشكركم والله. نعم. خالة احكي لي انت شلون يعني سافرتوا اكثر من مرة يمكن؟ لا من السليمانية جينا مرة ها هي وهاي المرة ثانية. طيب شلون همينة شفتوا الاجراءات والتعامل ويا المريض؟ الحمد لله يعني. الحمد لله كل اجراءات زينة. اي والله ما قصرهم. نعم. شكرا. الله يسلمك. شكرا. السلام عليكم. شلون الصحة؟ أحوالكم؟ يا أهلا وسهلا. وين رايحين؟ إسطنبول. إسطنبول، شلون شفتوا الإجراءات بالمطار كمطار إذا نقارنا بباقي مطارات العالم أو حتى كردستان؟ إجراءات بشكل عام زينة الحمد لله والشكر، ماكو تضييق بس اللي تعرف وسط يعني بشكل عام زينة يعني الحمد لله يعني مو هالقد تشدد ولا ايش اسمه زينين يعني الحمد لله. طيب بالنسبه لاجراءات كورونا شلون شفتها حضرتك؟ اجراءات كورونا عاديه يعني عندك فحص تجي عادي، بس احنا عتبنا هاي السيارات يعني تنزل فتش مثل مطارات العالم الحمد لله هسه الامان العراق امان، وخلي السيارات يضف وينزل هنا المسافر ينزل مرتاح، ليش منزلين ومصاعدين ويفحص هنا؟ يعني هذا موضوع امني يمكن اذا لا سمح الله صار خرق واحد يغير كل هاي المعادله. لا خرق هناك اكو تفتيش مطارات العالم كلها، احنا الحمد لله ما نسيمنا الحمد لله امان ان شاء الله رايحين. شلون اذا نريد نقارن بمطارات كردستان؟ بمطارات كردستان بما ان انتم من كردستان حضراتكم. نعم لا بغداد احسن طبعا. بغداد اجراءات احسن، بغداد تطور احسن يعني ان شاء الله. يعني كردستان هم زينه يعني ما نقول مو زينه يعني البغداد لازم يكون احسن لانه هو العاصمه هو بالواجهه يعني. نعم. صحيح كردستان هسه هاي الاستماره اللي تملوها مال شنو؟ هذا مال لبس اسطنبول. نعم. معلومات عن المسافر يعني يحتاجوها هناك. نعم فجاني من هنا. نتمنى لكم سفره سعيده. تسلم. شكرا حبيبي. شكرا. مستمرين بالحديث عن الاجراءات في مطار بغداد. المواطن هو اللي يحكم بالنهايه لان هي الخدمه مقدمه الى المواطن. فالحجي هنا احكي لنا عن تجربتك، احكي لنا عن تجربتك في الدخول المطار والاجراءات يعني. اجراءات جيده والله بدون مجامله. نعم. يعني ماكو فت تعقيد وتسهيل يعني ما شفنا اي شيء. موضوع كورونا اليوم هو للعالم كله يمكن واحد اذا يريد يسافر يسوي الفحص ويجيب نظامي طلعنا احنا. شلون كان يعني من رحت راجعت واخذوا مسحه؟ ياخذون مسحه ونطلق ثاني يوم هذا. ما يتاخر؟ ما يتاخر ثاني يوم لان يرتبط بتذكره الطياره. نعم. ولذلك ما هذا ما يتاخر خلال 24 ساعه ينطوك اياها. ايوه عليه ان الاجراءات هنا بالمطار جيده والله ماكو شيء. موضوع التباعد همين لاحظنا انه التباعد بين الاشخاص امينه يعني ينصحون بين المطار داخل المطار. لا جيده والله كليتها الناس كليتها تفهم حقوقها وواجباتها. نعم. وكل واحد حريص على مصلحه الاخرين ومصلحته فعلا. وهي هاي اذا صارت اجراءات من مصلحه الكل يا اخويا فعلا. احنا نشكرك وانا هم اشكركم ان شاء الله توصل بالسلامه. هذا شكرا لك شيخ عبد العزيز الجميل. تشرفنا تشرفنا شيخ. فعلا يعني المواطن اليوم اصبح فاهم موضوع الاجراءات خصوصا الاجراءات الوقائيه لموضوع كورونا. التباعد واضح جدا، المسافات اللي ماخوذه بين المواطنين اصبح المواطن هو واعي عليها. موضوع التعقيم المستمر، موضوع لبس الكمامه ايضا، يعني المواطن اليوم وصل لمرحله من الوعي تعتبر جيده جدا في مطار بغداد للسفر الى الدول الأخرى التي أيضا لديها تجديدات من الجانب الصحي، تجديدات أخرى أمنية. لذلك وعي المواطن العراقي اليوم الحقيقة هو يراهن عليه. كان هنالك يعني فترة من الحظر، فترة طويلة استمرت لأشهر حظر الطيران، لكن اليوم بعد أن فتحت الأجواء العراقية يعني نلاحظ حركة السفر عادت، الحركة عادت إلى مطار بغداد. العديد من الرحلات يعني يتم
بين حين والآخر إضافتها إلى جداول الرحلات. لذلك يعني نقدر نعتبر أنه برغم وجود أزمة وباء كورونا إلا أنه يعني الإجراءات المشددة ربما تعتبر مبررة نوعا ما، وذلك لضمان يعني أنه يكون المسافر خالي من وباء كورونا لكي يصل إلى وجهته. الإجراءات مستمرة. السلام عليكم، شلون صحة؟ وين رايح؟ تركيا لإسطنبول. زين، شلون شفت الإجراءات في مطار بغداد؟ بدون مجاملة، بدنا نتحدث إنه إذا أكو ملاحظات. معاملة طيبة وحلوة وسليمة والحمد لله والشكر. موضوع كورونا؟ كورونا أخذنا فحص والحمد لله والشكر، كل الإجراءات يعني سليمة الحمد لله والشكر. شكرا لك. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم. شلون الإجراءات في مطار بغداد؟ والله الإجراءات زينة. زينة والله. موضوع يمكن موضوع الوباء وباء كورونا شوية أخر سفراتنا مو؟ أكيد أخر السفرات وصار تشدد شوية أكثر على الكمامة وعلى غير شغلات، بس التجديد هنا بالمطار كلش جيد. نعم. يعني وهو ضروري. أي أكيد. على مود الكمامة وعلى مود سلامة المواطن. نعم. شكرا لك. من آخر؟ تفضل. شكرا. السلام عليكم. شلون اجراءات؟ الحمد لله زينه، وانه اجراءات كلش زينه، والتشيك بوينت لحد الصاله اجراءات كلش على حاله، الشركه زينه المنيه الحمد لله، ومن نهايه الوباء الحمد لله كلنا ملتزمين على هذا الشيء، ما عندنا اي شيء. موضوع التباعد، موضوع التعقيم، التباعد الاجتماعي والتعقيم كله اوكي، كله موجود يعني. ان شاء الله خير. بالسلامه. بالسلامه. كثير تحدثوا عن الإجراءات اليوم مع السفر إنه بيها شوية صعوبة، اختلفت الأمور موضوع كورونا وموضوع التفتيش وغيرها، شلون شفتها أنت كمسافر؟ والله زينة اليوم، ما بيها أي صعوبة يعني، جينا الطبيعي وصراحة ندخل للطيارة. شكرا لك. حبيب السلام. السلام. راح نستمر في هذه التغطية في برنامج بلا عنوان إلى في مطار بغداد الدولي. راح نتحدث ايضا مع الاستاذ جهاد وهو مسؤول اعلام سلطه الطيران المدني ليحدثنا عن الاجراءات المتبعه في المطار. نعم، اهلا وسهلا بك. حقيقه المنظمه الدوليه للطيران المدني الدولي الايكاو وفريق انعاش الطيران المدني التابع الى هذه المنظمه اصدر عده توجيهات وتوصيات للاجراءات الوقائيه والصحيه المتبعه في كل المطارات العالميه. سلطة الطيران المدني العراقي واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أصدرت عدة توجيهات إلى إدارة المطارات العراقية والنواقل الوطنية، أي شركات الطيران المدني العاملة في المطارات العراقية. هذه التوجيهات حقيقة إلى إدارة المطارات العراقية بتوفير معقمات في كافة أنحاء أرجاء الصالة عفواً، كذلك فعلنا دور الخانات الزمنية ما بين رحلة وأخرى إلى من 3 إلى 4 ساعات لضمان تحفير المرافق المستخدمة من قبل المسافرين، وحاليا حقيقة المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي هو فحص البي سي آر لكل المواطنين سواء كانوا مغادرين أو قادمين، وحتى الأطفال الرضع فحص البي سي آر قبل 72 ساعة من موعد الرحلة. طيب، يتحدث كثير من المواطنين يمكن شفناهم على صعوبة بعض الإجراءات اللي تخص نقلهم من الساحة إلى المطار، موضوع التفتيش، فيعني كجهة رسمية وجهة نظركم من هذه الإجراءات؟ شوف حقيقة مثل ما ذكرت لحضرتك أنه المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي عقدت عدة اتفاقيات دولية في مونتريال في كندا وفي لاهاي وفي طوكيو، كل هذه الاتفاقيات هي لضمان سلامة أمن المسافرين وضمان سلامة الملاحة الجوية. هذا التفتيش الموجود في المطارات العراقية هو ضمان لأمن المسافرين وأمن الملاحة الجوية في العراق. يعني احنا بلد معروف مرينا بعدة مراحل من الإرهاب، بحروب عديدة، فهذه الإجراءات هي مبررة بالنسبة للجهات الأمنية. أكيد. المواطن يعني يشعر مرات بأنه هي تتكرر أكثر من مرة من دخوله من الباب إلى وصوله إلى الطائرة، يعني يمكن 4 أو 5 مرات يتم التفتيش. هي هذه النقطة اللي أغلب المواطنين تكلموا عنها يعني. حقيقة أستاذ، نحن نعتقد كسلطة طيران مدني عراقي
إذا كان هذا لضمان سلامة الملاحة الجوية وضمان أمن المسافر فلا بأس بها. يعني مو مشكلة المواطن خلي شوية يتحمل. نعم أكيد لسلامته. لسلامته أستاذ مازن. يعني ممكن إحنا لا سمح الله في أي حدث سلبي يحدث أمني خرق ممكن يأثر على الملاحة العراقية. أكيد 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 كل شركات الطيران المدني تبحث عن الدولة الآمنة الأمن في الطيران المدني. بعض المواطنين أيضا تحدثوا على موضوع الوصول من يعني او الدخول الى المطار بسياراتهم الخاصه فهذا الموضوع ايضا يعني كثير من المواطنين يقول لك انا مثل باقي المطارات مثل باقي الدول ادخل بسيارتي ليش انا مجبر انه من الساحه اركب يعني اركب سياره او ادفع اجره وادخل مثل ما ذكرت حضرتك انه نحن في العراق نمر بظروف استثنائيه ايضا ارجع واكرر واقول لك انه هذا الاجراء هو لضمان سلامه المسافرين حقيقة يوجد هنالك في شركة للنقل الخاص لوزارة النقل هي تنقل المسافرين من ساحة عباس أبو فراس أيضا توجد شركة أهلية متعاقدة مع إدارة الطيران المدني لنقل المسافرين من عباس أبو فراس وبالعكس وهي تتم بسلاسة يعني الموضوع ما في تأخير أو شيء حضرتك صورت من منطقة تشيك بوينت ولحد الصالة تشوفها تمر بسلاسة ولكن المواطن يحق علينا يضجر ويدلل علينا نعم شكرا لك أستاذ جهاد نتمنى أن هاي الإجراءات تكون بالنهاية هي في خدمة المواطن أكيد بصورة عامة وأنتم لا تأدون دوركم بصراحة أكيد حقيقة يعني من بالغ بالموضوع يعني نحن نستمتع بخدمة المسافرين صدقني يعني يعني مو مبالغة وكل اللي الناس اللي تحكيها بهذا الموضوع نحن نستمتع في خدمة المسافرين ونتأكد إن شاء الله أن تكون في أمان للوصول إلى النقطة الأخيرة شكرا لك شكرا لك إذن يعني هذا جزء من ما تحدثنا به ويا الأستاذ جهاد إعلام سلطة الطيران المدني اللي حدثنا عن يعني ضرورة هذه الإجراءات وربما مبرراتها بالنسبة للمواطن المواطن إلى حساباته وإلى ربما مقترحاته بالمقابل الجهات الرسمية أيضا لها يعني إجراءاتها راح نحاول نتحدث هنا السلام عليكم شلونكم وين رايحين؟ اسطنبول شلون الاجراءات شفتوها مال السفر بصوره عامه يعني من التفتيش الى موضوع كورونا الى وصولكم الى الطائره؟ بسيطه وحلوه كالعاده يعني ماكو اشكال؟ ابدا اتمنى لكم سفره سعيده شكرا جزيلا شكرا لك الخطوط الجوية العراقية أيضا الناقل الوطني يعني كان لها ترتيباتها في موضوع التباعد الاجتماعي داخل الطائرة كذلك الإجراءات المتخذة اللي تخص يعني موضوع وباء كورونا بصورة عامة في العالم إلها مكانتها الخطوط الجوية في كل العالم لذلك يعني كانت إجراءاتهم أيضا في موضوع التباعد داخل الطائرة موضوع ثاني وهو يعني استئناف الرحلات إلى بعض الوجهات الجديدة خصوصا بعد يعني انحسار وباء كورونا نوعا ما نتحدث هنا مع إعلام الخطوط الجوية العراقية الأستاذ حسين جليل ليحدثنا أكثر عن تفاصيل الخطوط الجوية العراقية وإجراءاتها في هذه الفترة نعم طبعا الخطوط الجوية العراقية يعني تبذل جهود كبيرة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمسافرين الكرام بتدخل مباشر يعني بإشراف مباشر من قبل السيد معالي وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي الخطوط الجوية العراقية الآن يعني حققت 15 رحلة أو 15 وجهة من أصل 34 وجهة للناقل الوطني والعمل جاري بوتيرة تصاعدية من أجل فتح الخطوط التي كانت عالقة يوم أمس أعلنت إدارة الخطوط الجوية العراقية عن موعد تسيير رحلات باتجاه أوروبا لخمس قطاعات مختلفة اللي هي برلين وفرانكفورت ولندن
ودسلدورف وكوبنهاجن. موعد انطلاق هذه الرحلات هو يوم 15/12 أي نصف من شهر كانون الأول. والخطوط الجوية العراقية طبعا ملتزمة بكل التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني العراقي وباقي السلطات في باقي البلدان. نعم. قبل شهر الثاني يمكن قبل ما يدخل موضوع وباء كورونا والحظر وحظر الطيران العالمي يعني كانت يمكن وجهات أكثر للخطوط الجوية العراقية. نعم. شلون دا يتم الاستئناف يعني بصورة تدريجية تبعا لإيش يعني؟ طبعا الخطوط الجوية العراقية كانت تحقق أكثر من 34 وجهة قبل جائحة كورونا. نعم. في ظل جائحة كورونا تعرف هذه أزمة عالمية. نعم. وبناء على تعليمات سلطة الطيران العالمية توقفت عدة وجهات والآن العمل جاري على إعادة هذه الخطوات الخطوط التي كانت يعني معلقة. نعم. يعني المواطن اليوم لاحظنا أو المسافر تحدث عن موضوع الإجراءات إجراءات الوقاية. البعض طبعا كان يتثاقل من عندها والأغلب لا يعني هو فاهم وبوعي. إجراءاتكم داخل الطائرة كخطوط جوية عراقية؟ نعم، نحن كناقل وطني طبعا ملتزمين بكل التعليمات من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية. طائراتنا قبل تنفيذ الرحلة وبعد تنفيذ الرحلة يعني تخضع لتعفير وتعقيم من قبل الكوادر الفنية المختصة الموجودة في الخطوط الجوية العراقية. وهناك أيضا التزام تام من قبل طواقمنا، طواقمنا يعني المتواجدين على الطائرة وطواقمنا المتواجدين في محطتنا محطة مطار بغداد الدولي. يتم تدقيق البي سي آر من قبل يعني المسافرين لثلاثة مراحل في مكتب الحجز والبوردينج والجيت المتوجه إلى الطائرة. نعم. المسافر اليوم صار مسافات بالطائرة بالكراسي؟ يعني مثل ما يعني ربما جنابك شاهدت يعني في داخل صالة نينوى هناك تحقيق تباعد اجتماعي في عند البوردينج. ايضا يعني طواقمنا الموجوده في الطائره يعني هناك تباعد اجتماعي وهناك مقاعد مخصصه في داخل الطائره لاي حاله مشتبهه. هل نتوقع خلال الفتره القليله القادمه يعني استئناف بعض الرحلات اللي توقفت بالفتره الاخيره؟ يعني موضوع اوروبا تقريبا انه انحل، هل نتوقع وجهات جديده؟ هناك خطوات موثوقه من قبل الاداره العليا في الشركه المتمثله بالكابتن كفاح، كابتن كفاح حسن، وبإشراف مباشر من قبل السيد الوزير. هناك خطوات سوف نعلن عنها في الأيام القادمة. يتحدث المواطن ربما عن ارتفاع أسعار التذاكر خصوصا مع يعني بعد جائحة كورونا. بالعكس، يعني الناقل الوطني يعني هذه الأيام ويوم أمس أعلننا عن عروض تخفيض جديدة لقطاعاتنا المختلفة. بالعكس، الخطوط الجوية العراقية يعني تحاول تقدم أفضل العروض للمسافر الكريم. احكي لي عن الخدمة داخل الطائرة، شلون تكون هالفترة خصوصا بعد الجائحة؟ المواد المقدمة، المواد الغذائية، المشروبات وغيرها. يعني احنا من خلال المسافرين الكرام دائما يعني نحاول نقدم افضل الخدمات، فنسأل المسافرين الكرام شلون يشوفون الخدمة داخل الطائرة. الحمد لله ما وجدنا اي اشكالية من قبل المسافرين. نعم. شكرا لك استاذ حسين، شكرا للتوضيح. يعني هذه التوضيحات هي كانت من اعلام الخطوط الجوية العراقية الناقل الوطني. يعني بالنهاية هو المواطن يتمنى أن تكون رحلته سعيدة ويتمنى أن تكون رحلته يعني مريحة. لذلك في ظل هذه الجائحة يعني هنالك إجراءات تتخذ ربما المواطن ينزعج منها، ولكن قدرنا اليوم نحصل على رد وأجوبة من الجهات الرسمية. لذلك كنا معكم في مدى يعني على مدى الوقت الماضي في هذه الحلقة من بلا عنوان من مطار بغداد الدولي لنسلط الضوء على ملاحظات المواطن وبالمقابل رد المسؤول عليها. شكرا لكم وانتظرونا في حلقة قادمة.